مشاهدينا اليوم عنا حلقة خاصة عن الشعر ومشاكل الشعر، الشعر التالف والشعر اللي بيتعرض لعوامل الجو وعوامل تانية كتير احنا ممكن نأذي شعرنا، كيف نعالجه وكيف نتعامل معه؟ راح تفهمنا كل هاي التفاصيل ضيفتنا اليوم بالاستوديو الدكتورة هيبة محمود، اللي هي أهم طبيبة بمركز نبض اللي هو واحد من أهم مراكز تجميل بمصر. مرحب فيك دكتورة، شو أخبارك؟ أهلا بيك يا رشا. الحمد لله، إن شاء الله تمام. اشتقنا لك. مرحب بيك يا دكتورة هيبة معانا في استوديو نص الحلو، نستفيد منك في حاجات كتير، والنهارده بقى عايزين نتكلم عن الشعر. تمام. هل احنا يا دكتور بنعامل شعرنا بطريقه غلط فده بيعمل له مشاكل؟ اكيد إيه؟ اكيد في حاجات كتير غلط بنعملها بتسبب مشاكل للشعر، من اهمها طبعا التوتر العصبي النفسي. دي حاجه. عدم تمشيط الشعر بصفه دوريه وعدم تعريض الشعر للهواء الطلق النقي، ده من الحاجات برضو اللي بتؤدي لتساقط الشعر وجفاف الشعر. الانيميا وسوء التغذيه، اتباع نظام غذائي قاسي، رجيم بدون اشراف طبي، بعض الامراض طبعا زي الحمى التيفود برضو من الحاجات اللي بتؤدي لمشاكل في الشعر او تساقط في الشعر، الحمل والولاده والرضاعه عند السيدات، بعض الادويه زي الادويه اللي بيقولوا في الحمل الشعر بيبقى حلو جدا. لا، الحمل والولاده والرضاعه من الحاجات اللي بتسبب تساقط في الشعر ومشاكل جامده جدا في الشعر. برضو بالنسبه لل الأدوية اللي هي لسيولة الدم والكوليسترول لورينج ايجنتس أو الأدوية اللي هي بتخفض نسبة الكوليسترول في الدم، دي برضو بتؤدي لتساقط الشعر. استخدام بقى المواد الكيماوية والصبغات والمواد التلوينية دي بتعمل حاجة كده في الشعراية اسمها الترايكوريكسس، بتدخل الشعراية في حالة من الضعف وبالتالي تقصف. طب ايه هي المشاكل اللي بتحصل للشعر؟ عشان يعني ايه اللي بيحصل لشعري فأقول ان انا كده شعري عنده مشكلة؟ مشاكل كتير ينهلها، مثلا زي القشرة، قشرة الشعر. في ناس كتير بتعاني من القشرة، سواء القشرة البيضاء أو القشرة الصفراء، دي ليها أسباب زي الإكزيما الدهنية أو الفانجل إنفكشن اللي هي العدوى الفطرية، الناس اللي عندهم صدفية، تساقط الشعر. المعدل الطبيعي لتساقط الشعر عندنا المفروض أن هو من 50 ل 100 شعراية في اليوم. الشعراية بتقع بعد ما بتقضي فترة من شهرين لثلاث شهور على فروة راسنا، وبعد كده بتسقط. كمان توقف نمو الشعر، يعني ده بيحصل كتير قوي بعد الولادة، بعد العمليات الجراحية، مع بعض الأدوية، في الحمية السريعة اللي بتكون بدون إشراف طبي بيحصل توقف لنمو الشعر، زي ما برضو مشاكل الغدة الدرقية بتؤدي لدخول بصيلات الشعر في مرحلة اسمها مرحلة الراحة اللي احنا بنسميها تيلوجين إفليفيوم، ومهاجمة بصيلات الشعر اللي هو جهاز المناعة بيهاجم بصيلات الشعر وبيعمل مرض كلنا عارفينه اسمه الثعلبة. في حاجة اسمها هوس نات في الشعر اللي هو الترايكوتيلومانيا، بنلاقي فيه ناس كتير خصوصا الأطفال، هي برضو بتحصل مع بالغين برضو بس في الأطفال أكتر، بتبقى عادة سيئة أنه هو بياخد الشعراية بيلفها وبيحاول أنه هو يقتلعها من مكانها، هي عادة سيئة أكتر. فعلا بيعمل يلف الشعراية على صباعه كده بالظبط، هي عادة سيئة أكتر منها مرض نفسي، ولكن في بعض الناس بتبقى نتيجة توتر عصبي وضغط نفسي وبتحتاج لاستشارة طبيب نفسي. طيب لو اتكلمنا في البداية عن تقصف وهيشان الشعر، إزاي نقدر نعالجه بالظبط؟ احنا هنتكلم الاول عن تركيب الشعرايه. يا ليلى، لو اتكلمنا عن تركيب الشعرايه، الشعرايه في جزء منها بيبقى ظاهر اباف السكالب او فوق فروه الراس اسمها الهير شافت. الهير شافت دي مكونه من ثلاث طبقات، طبقه خارجيه اسمها كيوتيكل، طبقه وسطى اسمها الكورتكس، والطبقه الداخليه اللي هي الميدلا. الطبقه الخارجيه اللي هي الكيوتيكل دي بتتكون بنسبه 88% منها كيراتين. الكيراتين هو عبارة عن بروتين، البروتين ده بيبقى compacted أو cemented together، بيبقى متماسك مع بعضه بحاجة اسمها disulfide bonds، روابط كيميائية بتربط الكيراتين ده مع بعضه أو البروتينز دي مع بعضها. في حالة التعرض بقى للعوامل اللي احنا قلناها سابقة، استخدام المواد الكيماوية، مجفف الشعر أو المكوى لفترات طويلة وتحت درجات حرارة مرتفعة، بيحصل إن الدايسلفايد بونز دي اللي بتربط الكيراتين ده ببعضه بتتكسر، بيحصل لها بريكج، ومن هنا بقى بتبدأ الشعراية تتقصف ويحصل الهيشان والمنظر اللي احنا بنبقى عارفينه ده. طب بالنسبة للعلاج تبع الشعر عندكم، يعني لو هنعالج المشاكل دي هل هي جلسة ولا جلسات، وامتى انا ببلش اشوف النتيجة؟ هو بالنسبة لي هيشان الشعر لو احنا هنعالجه يا رشا، في عندنا نظام كده في مركز نبض بنعمله اللي هو بنعالج الشعراية من الخارج اللي هي الهير شافت، وبنعالج كمان الهير فوليكل او بصيلة الشعر. الهير شافت الجزء الخارجي اللي هو ظاهر فوق سطح الجلد احنا بنعالجه عن طريق البروتكس، هي تقنية جديدة عندنا كوزمتيك هير
تريتمنت، وسيله علاج للشعر مكونه من بروتين وبوتوكس وفيتامينز، فيتامين اي، فيتامين بي 5، كافيار اويل، داخل فيها حاجات كتيره جدا. الفكره ان هي بتعالج الهير شافت، بتعالج التقصيفه اللي حصلت في الشعر، وبنمشي العيان كمان على كورس هير تريتمنت زي ما قلنا، الجروث فاكتور، الميزوثيرابي او البلازما. زي ما شايفين دلوقتي دي صور الحالات عندنا في مركز نبض احنا عملناها. الصوره اللي على الشمال طبعا شعر مجعد زي ما شايفين، وعلى اليمين بعد ما اتعالج بالبروتكس. ده قبل وبعد يا دكتور، يعني هي البنت دي هي بعد ما اتعالجت بقى شعرها بالطريقه دي بالظبط. هو البروتكس كمان الميزه بتاعته ان المريض مش بيحتاج بعد كده ان هو يستخدم مكوى او بيبي ليس او اي حاجه، لان هو بيعمل سموثنج وستريتنينج للهير، فما تبقيش محتاجه ان انت تستخدمي اي حاجه تاني معاه. هي ده يبقى حلو برده مع الاطفال عشان هما برده اهاليهم بيتعبوا ورايحين الصبح المدرسه بالظبط كده، بتبقى في مشكله جامده جدا في هيشان الشعر وفي تقصف الشعر. ده بالنسبه للبروتكس اللي هو العلاج الشعري او الهير شافت. العلاج الثاني الميزوثيرابي والجروث فاكتور والبي ار بي، احنا كده بنعالج بصيلات الشعر، بنعمل سيل ريجنريشن ثاني، بنجدد بصيلات الشعر، بنزود البلاد سيركيوليشن اللي واصل للهير فوليكل، بنزود كميه الدم المتدفقه لبصيله الشعر. يعني انت قصدي حضرتك كده يا دكتور ان علاج الشعر او التساقط داخلي وخارجي، يعني ممكن زي ما شايفين دلوقتي في الصوره كمان داخل اللي هو من البصيلات ده علاج، وممكن من الخارج ده ليه علاج تاني. بالظبط كده، يعني هلا بالظبط كده. هي الصوره دي بتورينا نتائج للميزوثيرابي، دي طريقه حقن الميزوثيرابي او البي ار بي او الجروث فاكتور. الجهاز ده اللي هو اسمه الميزوبان، ممكن نستخدم سرنجات عاديه جدا، سرنجات انسولين عاديه جدا. دكتور ولا عادي ما يعني ما بيسببش؟ بنحط لوكال انستيزيا طبعا، بنج موضعي، العيان ما بيحسش باي حاجه خالص. ده بيعمل ايه بالظبط؟ انهي فيهم الميزوثيرابي اللي احنا شايفينه دلوقتي؟ الجهاز ده بيحقن الماده دي بحيث انها انتراديرمال توصل لبصيلات الشعر. حلو. طيب ايه الدرجات اللي بتخلي الشعر ما يعملش تساقط قوي؟ قصدك تقولي ايه هي درجات تساقط الشعر؟ يعني الشعر المراحل ان شعري بيقع، يعني لما اشوف شعري انا، يعني مثلا في ناس بتلاقي مثلا شعرهم بيسقط، هم مش عارفين هو ايه السبب بالظبط. السبب ان هم زي ما قلتي انت دلوقتي النفسيه، التعب، كذا، التفكير، يعني ايه السبب بالظبط او في اسباب كتير لتساقط الشعر؟ تمام يا ليلى. هو طبعا درجات شعر تساقط ليه درجات، ممكن يكون مايلد، مودريت او سيفير، يعني بسيط، متوسط او تساقط شديد. كل مرحله من المراحل دي ليها علاجها. المايلد اللي هو التساقط العادي جدا اللي هو في المعدل الطبيعي اللي هو من 50 ل 100 شعرايه زي ما احنا قلنا في اليوم. في الحاله دي انا بمشي العيان على علاج سبورتيف تريتمنت، بديله فيتامينز، بديله شامبو، لوسيونات، انتي هير لوس، حاجات كلها ضد تساقط الشعر. بالاضافه ان انا بديله شويه نصايح، بلاش الميه السخنه في غسيل الشعر مثلا، هوي شعرك بقدر الامكان، استخدام مشط خشب يكون اسنانه واسعه. وده برده حقن زي ما شايفين، ده برده صوره للحقن برده. ده انهي نوع من الحقن ده يا دكتور؟ ميزوثيرابي برده. ده بيعمل ايه بالظبط؟ هي الميزوثيرابي عباره عن فيتامينز بتعمل ستيميوليشن للهير فوليكل، وقلنا قبل كده ان هي ممكن نخلط معاها ماده اسمها الديوتاسترايد، والديوتاسترايد دي قلنا ان هي بتعمل بلوكج لانزيم اسمه الفايف الفا ريدكتيز انزيم، اللي هو مسؤول عن تحويل التستوستيرون للصوره النشطه بتاعته اللي هي بتؤدي لتساقط الشعر. طيب دكتوره نكمل سؤال تبع ليلى، هي سالت عن درجات تساقط، هل كل درجه تساقط لها طريقه بالعلاج ولا هو واحد؟ اكيد، انا لسه كنت بكمل ليلى انه المايلد او البسيطه خالص اللي احنا بنديها علاج دوائي، المودريت اللي هي المتوسطه بقى ان احنا ممكن ندي علاج دوائي مع جلسات اللي هو الكورس للشعر سواء كان ميزو او بلازما، حقن بلازما او الجروث فاكتور. اما بالنسبه لدرجات التساقط الشديده جدا اللي هي بتؤدي للصلع، دي غالبا بنحتاج فيها لعمليات زرع الشعر. طب بصي يا دكتور، عايزين نرجع بقى لحته عشان انا جالي عليها اسئله كتير جدا وناس كتير قالت لي يعني ايه هي البلازما؟ يعني عايزين نعرف الناس ايه هي البلازما وبنستخدمها في ايه وهتفيدنا في ايه في البشره في الشعر. تمام، عايزين نعرف ايه هي البلازما. يعني هلا هي عباره عن ان احنا بناخد عينه دم من المريض، عينه دم عاديه جدا، مش حاجه بسيطه خالص، عينه دم بنحطها في جهاز اسمه سنتريفيوج او جهاز الطرد المركزي.
الجهاز طرد المركزي ده بعد كده بيطلع لنا ثلاث طبقات، في طبقه فيها البليتلتس او الصفائح الدمويه، وطبقه فيها الار بي سيز، وطبقه فيها البلازما. احنا بناخد حاجه اسمها البافي كوت، بتبقى طبقه في المنتصف. في طبقه في المنتصف اسمها البافي كوت، هي دي اللي بتكون غنيه بالصفائح الدمويه. طبعا هي كلمه بي ار بي يعني بليتلت ريتشد بلازما، هي ابريفيشن او اختصار للبليتلت ريتشد بلازما. البليتلتس عموما او الصفائح الدمويه هي غنيه بجروث فاكتورز، محفزات نمو كتير جدا موجوده فيها. الفكره كلها ان احنا سواء استخدمناها في البشره في السكن او في الشعر او في التهاب المفاصل زي ما قلنا قبل كده، هي الفكره كلها ان هي بتعمل سيل ريجينريشن، يعني حاجه بتبقى ناقصه في الجسم واحنا بنزودها تاني في جروث فاكتورز، محفزات نمو بتعمل سيل ريجينريشن زي ما احنا شايفين دلوقتي. بالظبط كده، هي الصوره اللي بتورينا مكونات الدم اللي هي الوايت بيسيز الار بيسيز والبليتلتس اللي هي كرات الدم الحمراء، كرات الدم البيضاء، والصفائح الدمويه. اوكي، دي طريقه الفصل. طبعا احنا بناخد الطبقه اللي موجوده في المنتصف اسمها بافي كوت، هي دي اللي بتكون غنيه بالصفائح الدمويه، وبنستخدمها في علاج تساقط الشعر، في نضاره البشره، في التهاب المفاصل. البي ار بي ليه استخدامات كتير جدا، ودي لازم تتعاد كذا مره. مفيش مشكله ان العيان ممكن ياخد جلسه كل اسبوعين كل ثلاثه حسب ما الطبيب بيحدد الحاله. يا ليلى، طب دكتور كيف بتتم زراعه الشعر وهي عمليه صعبه وانتم بتستعملوا شعر طبيعي صناعي؟ نحكي اكثر. طيب رشا، بصي هي زراعه الشعر هي عمليه ليها انديكيشنز معينه، يعني مش اي حد ممكن يعمل زرع الشعر، لازم يكون راجل عنده صلع ذكوري او سيده بتعاني من تساقط شديد جدا للشعر لدرجه ان فروه راسها بقت بارزه للناس، يعني الناس شايفين فروه راسها. بعض الناس اللي حصل عندهم ندبات مثلا في فروه الراس نتيجه حوادث مثلا، يعني ده زرع شعر للرجاله، ده زرع شعر بس دي طريقه اللي هي اسمها الجرافت ترانسبلانتيشن او بنسميها الستريب اكسجن هارفستنج. في طريقه تانية اسمها الفوليكولر يونت اكستراكشن او هو نظام الاقتطاف. دي طريقه سريعه دي يا دكتور؟ يعني هو بيبقى ما عندوش شعر بيطلع ما عنده لا شعر؟ لا، مفيش طريقه سريعه، هي لا بتاخد 6 ساعات الجرافت ترانسبلانتيشن. في نفس اليوم بيطلع؟ في نفس اليوم. وقد يحتاج لمالتيبل سيشنز، يعني ممكن يحتاج كذا جلسه مش جلسه واحده. بس نرجع تاني للانديكيشنز بتاعه زرع الشعر اللي احنا كنا بنتكلم فيها، اللي احنا قلنا الرجال اللي عندهم صلع ذكوري، السيدات اللي عندهم تساقط شديد جدا في الشعر، بعض الناس اللي حصلت عندهم مشاكل في فروه راسهم، ندبات نتيجه اكسيدنتس، حوادث بوست اوبراتيف بعد العمليات الجراحيه مثلا، او نتيجه الحروق اللي بتعمل نوع من انواع الثعلبه اللي هي اسمها الثعلبه الندبيه او سيكاتريشيا الوبيشيا. الصوره بتبين الكلام ده، هي الصوره دي بتورينا الميل باترن هير لوس والفيميل باترن هير لوس، يعني طريقه تساقط الشعر او الباترن الشكل اللي بيحصل فيه الرجال مختلف طبعا عن السيدات، لانه الرجال عندهم بيحصل حاجه تانية برضو. ده عند السيدات. احنا عايزين بس نفرق انه بيحصل عند الرجال تساقط في الشعر من الكراون اريا او من مقدمه الراس، لان هي دي اكتر منطقه شعر فيها بيتاثر بهرمون الذكوره او هرمون الاندروجين، ومنطقه الفيرتكس كمان اللي هي منطقه منتصف الراس. بالنسبه للسيدات بنلاقي انه الفرونتال هير لاين عندها بيبقى بريزيرفد ان افكتد، يعني الخط الاول للشعر من قدام ما بيحصلش فيه اي مشكله. المشكله كلها بتبتدي في السنترال بارت اوف ذا هير او في منتصف الرأس، اللي هو الفرق بتاعها يبتدي يوسع مع الوقت. بالنسبة للرجال طبعا الصلع عندهم غالبا بيبقى بنسبة 90% وراثي، نتيجة جينات او under effect of male sex hormones، يعني تحت تأثير هرمونات الذكورة. بالنسبة للسيدات الموضوع يختلف شوية، لانه الصلع عندهم بيرتبط اكتر بالتقدم في العمر، كل ما كبرت في السن اكتر بعد طبعا سن انقطاع الطمث اللي بيحصل انه نسبه هرمون الذكوره في الجسم عندها بتزيد، فالست بتلاحظ ان شعر راسها بدا يقع وانه شعر جسمها بقى اتخن وبقى بيزيد اكتر. كمان لو في تاريخ صلع وراثي في العيله عند السيده دي سواء من ناحيه الاب او من ناحيه الام، ده عامل مساعد اكتر. ده عامل ممكن مساعد يا دكتور يقل الشعر من الراس ويظهر في بقيه الجسم؟ طبعا في حالات كتيره جدا، ومن ضمنها البي سي او او البوليسيستيك اوفري اللي هي تكيسات المبايض، هنتكلم
عنها دلوقتي في الليزر، في ازاله الشعر بالليزر، هنعرف يعني اهميه ان انا اعمل انفستيجيشنز واتاكد ان السيده دي ما عندهاش بوليسيستيك اوفري. حلو. طب ايه نتيجه الزراعه دي بتبان بعد قد ايه يا دكتور؟ هل مثلا في طرق كذا طريقه للزراعه مثلا زي كده ليها طرق؟ بصي اكتر طريقة عندنا دلوقتي على الشاشه. لا دي ازاله الشعر، دي صوره لازاله الشعر بالليزر. لا هو طيب أكتر هو احنا بس سوري انا قطعت عليك، احنا دلوقتي بس عايزين نروح للموضوع ده. بالنسبه لازاله الشعر، هل في اجهزه جديده يعني عشان يعني موضوع الشعر من غير ما تتالم؟ طبعا هي الاجهزه بدات من فتره طويله جدا، بدات بالاي بي ال او الانتنسد بالسد لايت اللي هو الوميض الضوئي، وهو بقت طريقه يعني اقدم شويه لانه دلوقتي ظهر الليزر، بقى فيه انواع، فيه الروبي ليزر، الالكسندرايت، الديود، الاندياك، دي كلها انواع يعني ليزر. كذا الاختلاف ما بينهم يا ليلى بيكون عشان الويف لينث اللي هو طول الموجه نفسها تختلف. انا بس عايز اعرف حاجه دلوقتي، في ازاله الشعر في ستات بتعاني جدا من الموضوع ده انه عندها تكاثر، عارفه ازاي؟ فهي عايزه تخلص من الموضوع ده. في موضوع الليزر بيقول لك مثلا تعملي جلسه او اثنين وثلاثه وبعد فتره مثلا 4 أشهر أو 5 أشهر بيبطل يكون في شعر خالص. بصي هو الافريج للجلسات 7 جلسات مش اقل من كده، والمفروض العيانه لما بتجيلي ان انا بعمل لها، طبعا هي لو متزوجه وانجبت ما فيش اي اضطرابات هرمونيه عندها، انا بعمل لها الليزر عادي جدا ما فيش اي مشكله. زي كده؟ الفيديو ده بيورينا يعني البروسيدور نفسها. الليزر هو عباره عن ضوء بيتحول لحراره، طبعا هو بيأثر اكتر حاجه على الميلانين بيجمنت اللي هي موجوده في طبقه الابيدرمس والهير يعني الشعرايه نفسها. يعني دكتور بيقفل بصيله يعني ولا بيعمل؟ لا خالص، هي الفكره كلها ان صبغه الميلانين اللي موجوده في الشعرايه بتمتص الضوء ده وبتوصله للهير فوليكل او اللي احنا بنقول عليه الجراب الشعرايه، ومع الجلسات بالتدريج بيحصل جراديوال فوليكولر ديستراكشن، البصيله بتموت بالتدريج مع الجلسات. طيب يا دكتور بالنسبه لهذا الموضوع مش بيفرق نوع البشره لونها؟ طبعا اكيد بيفرق، اكيد دي كلها بارامترز بتبقى موجوده في الجهاز. احنا الدكتور بيظبط البارامترز دي اللي هي الفلوينس، الطاقه اللي طالعه من الجهاز حسب لون البشره. طب بيقولوا ما بعرف اذا مظبوط انه البشره البيضاء البشره السمراء سوري مش كتير منيحه لهذا الموضوع. الناس السمر جدا بالظبط كده، الناس السمر جدا صعب جدا ان احنا نتعامل معاهم بجهاز الالكسندرايت بالذات، يعني ممكن نستخدم معاهم الاندياج ان هو بينفع مع تايب 4 لتايب 6 من البشره اللي هي اللي فيها انكريزد ميلانين بيجمنت او فيها نسبه صبغه عاليه، لكن بالنسبه للناس اللي هي الطبقات يعني درجات الجلد اللي هي من 1 لـ3 اللي هي الدرجات بتاعه المصريين اللي هو اللون القمحاوي ده، ممكن نستخدم معاهم الالكسندرايت ليزر بيبقى سيف جدا ما فيهوش مشكله خالص. ولو كانت البشره اغمق حصل تصبغ له حاجه تانية ترجع له؟ هو يعني بياخد وقت، بياخد فروم 4 تو 6 ويكس من 4 لـ6 أسابيع وبيحصل له جراديوال فيدنج بيروح لوحده تماما مش محتاج اي تدخل. حلو. طب انا عايزه برضو جلسات ازاله الشعر بالليزر. تمام. يعني مثلا انت قلتي حوالي 7 جلسات، هل في ناس ممكن تقل عن السبعة ممكن تزيد ولا لا. هو افريج؟ لا واحد. هو 7 جلسات ممكن تزيد عن كده. عشان كده يا نهله احنا دايما المريض اللي بيجي لنا او المريضه لو هي بتشتكي من هرشوتيزم يعني نمو زائد للشعر في اماكن مش طبيعي انه يظهر للست فيها شعر زي منطقه التشن، منطقه الدقن، الميد لاين اوف ذا ابدومن اللي هو منتصف البطن او اراوند النيبل، وبنلاقي أو في الظهر الست دايما بتشتكي تقولك أنا شعر راسي بيقع وشعر جسمي بدأ يزيد، أو أنا متجوزة وما أنجبتش، أو أنا عندي في عندي منسترال ديستربنسز، عندي اضطرابات مثلا في الدورة الشهرية. في الحالة دي أنا لازم أطلب تحاليل من العيانة، أطلب منها سونار على البطن والحوض، وأطلب منها عينة دم أقيس نسبة هرمون الذكورة الفري تستوستيرون ليفل، وحاجة تانية اسمها الداي هيدرو إبياندستيرون سلفيت ميد سايكليك يعني في منتصف الدورة الشهرية، بحيث إن أنا لو المريضة دي اكتشفت إن هي عندها تكيسات على المبايض في الحالة دي لازم تمشي مع دكتورة النساء على علاج دوائي إن بارلل مع جلسات الليزر اللي انا بعملها لها عندنا في مركز نبض. يعني علاج الشعر ممكن يخلينا نكتشف لو احنا مثلا لقينا شعرين بيطلع بطريقه ثانيه، ممكن نكتشف حاجات ثانيه عندنا. مشاكل الشعر، مشاكل الشعر وفروه الراس في كتير من الاوقات بتدل على مشاكل صحيه داخليه مش بس مجرد انها حاجه يعني صحية. لو حست الست انه هي ابتدى شعرها ينزل حتى لو خفيف كل يوم يعني كل يوم بيزيد عن يومه، لازم تلحق نفسها على تست. اكيد هي لازم تستشير طبيب، وهو طبعا ده يتوقف على معدل تساقط الشعر يا ليلى. طب هو المعدل ده ايه؟ كيف بعرف انه انا لازم ارجع لدكتور اعمل تيست؟ احنا قلنا اللي هو المعدل الطبيعي من 50 لـ100 شعره. أوكي. ده الطبيعي. لو اكتر من كده او فروه الراس بدات تظهر انا في الحاله دي بستشير طبيب. يعني الاقي كميه شعر قد ايه كده يا دكتور في ايدي فتخض؟ يعني اصلي مش هقعد يعني عندي حوالي كام شعر
يعني مثلا الاقي قد ايه؟ يعني حبه كتير يعني لما احس ان التساقط بقى مش طبيعي يا نهله او فروه راسي بدات تبان، انا اكيد هحس ان حاجه متغيره، اكيد هحس تسريحي لشعري تحس ان في حاجه غلط. بالظبط. اوكي بالظبط. طب حلو جدا. يعني وايه؟ طب انا عايزه ارجع تاني لازاله الشعر بالليزر. تمام. هل مثلا ان انا ممكن في مناطق معينه اقدر استعمل فيها الليزر وفي مناطق تانية ما ينفعش استعمل فيها ليزر، ولا هو الليزر ممكن يكون لكل مناطق الليزر الجسم؟ ممكن يستخدم لكل مناطق الجسم. هي الفكره كلها ان انا بتحكم في الفلوينس، الطاقه اللي طالعه من الجهاز حسب المنطقه، حتى لو في الوش. يعني في مناطق حساسه انا بقلل فيها الطاقه اللي طالعه من الجهاز، الفلوينس اللي هو بنقيسه بالجول، الطاقه اللي طالعه من الجهاز، منطقه الاجزيلا اللي هي الاندر ارمز مثلا، منطقه البيكيني اريا، في اماكن معينه بقلل فيها الطاقه اللي طالعه من الجهاز بحيث ان هي ما تسببش هايبر بيجمنتيشن او اسمرار ما بعد الالتهاب. طب انا برضو ممكن اكون باخد مثلا فيتامين لشعري عشان شعري بيقع، فمثلا هو مثلا يروح مطلع لي شعري؟ ممكن. في كتير من الفيتامينز اللي بتستخدم لعلاج تساقط الشعر بتؤدي لظهور الشعر بكميه كبيره في الجسم. طب انا كده باخد فيتامين غلط، لازم اروح لدكتور برضو مش حالتي ايه ويوصف لي؟ هو مش غلط، هو مش غلط، لكن هو ممكن ان احنا نظبط الدوز بتاعه الدواء. يعني لو البرعة. حد راح واخد مثلا فيتامينات او اخد حاجه ابر يعني من الصيدليه عادي ده؟ لا، هو لازم يرجع للدكتور. خدي بالك حتى ان هو ظهور الشعر الزائد ده مع الفيتامينز دي حاجه ريفرسبل، يعني بمجرد ما هتوقفي الفيتامينز ده الشعر اللي زاد ده هيقع لوحده. يعني مش مشكله خالص. يعني احنا دلوقتي لو اخذنا الفيتامين ده واخذنا الحاجات دي ولو رجعنا وقفناها الشعر بيرجع الشعر هيقع. طيب احنا هنعمل ايه في الموضوع ده؟ معناته لو يعني هنستفاد ايه؟ يعني شوف يعني فايده ايه؟ فايده انه انا اخد وبعدين لما اجي اوقف فتره يرجع ايه الخيار اللي الشعر اللي هيقع؟ الشعر الزايد اللي في الجسم هو اللي هيقع. يعني احنا بنقول لو الفيتامينز اللي احنا اخدناها دي سببت تزايد نمو الشعر في اماكن غير مرغوب فيها بنسبه كبيره، بمجرد ما هنوقف الفيتامينز دي الشعر ده هيقع تاني، مفيش مشكله. هقول لك على حاجه يا دكتور برضو، يعني انا مريت بيها عن نفسي، كنت برضو قعدت اخد فيتامين الشعر فتره طويله وبعد كده لما وقفته مره واحده شعري رجع ممكن يقع تاني. هل ده فيتامين؟ يعني فيتامينز كانت للشعر ولا سبريهات داخل فيها ماده المينوكسيدين؟ لا، فيتامين للشعر كان تابلت. ما اعتقدش ان في فيتامينز يعني مجرد ما هنوقفها. دكتور قال لي لا انت وقفتي مره واحده لازم تاخديه تدريجيا. تدريجيا تمام. دي مشكله. انا عايزه ارجع معاكي بس الموضوع الليزر. هو لازم زي ما قلتي دلوقتي انه لازم يتعمل 7 مرات على القليله. تمام. في ستات مثلا بتعمل كده 7 مرات بس برضو تطلع لها كميه. ده اللي احنا كنا بنتكلم فيها ليلى، ان احنا لازم نعمل انفستيجيشنز نتاكد ان مفيش اي مشاكل صحيه داخليه، يعني مفيش هرمونال ديستربنس، مفيش اضطرابات هرمونيه. انا بضرب الشعرايه من بره بجهاز الليزر وفي عندي هرمونز من جوه بتشتغل بتطلع لي الشعر تاني. فلازم اتاكد ان انا ما عنديش هرمونال ديستربنس، ده عن طريق الانفستيجيشنز والتحاليل اللي انا بطلبها من العيان. بس هي اول مره لما تيجي تعمل الليزر طبيعي بعد فتره هيرجع يطلع، بس هيطلع اخف من الاول. طبعا اكيد. او انا اللي بعرفه انه هو لما يطلع بينزل لوحده، يعني بتطلع حاجات شفافه جدا يعني خفيف اخف من الاول. تمام. في ستات بتلاقي عندها الشعر يعني خشن فبعدين لما يطلع بيطلع خفيف وبينزل بالعكس لوحده. هو اكتر شعر بيتاثر هو الشعر اللي هو الدارك هير، الثيك هير والكورس هير، الشعرايه السوداء التخينه هي اكتر شعرايه بتتاثر بالليزر. يعني هي احسن شعر للليزر هو الشعر الاصفر والبشره البيضاء. بالظبط، الشعر الابيض او الشعر الاصفر ما بيتاثرش نهائي بالليزر. طب لو في علاجات تانية ممكن نحكي عنها للشعر؟ بنسمع بالكرياتين والبوتوكس وهذه القصص، ده موجود عندكم؟ الكرياتين هو علاج تمليسي يا رشا، يعني مش زي البروتكس. البروتكس الفكره بتاعته ان هو بيعالج قلنا الشعرايه من عمقها، من الانر كور بتاعها، من الداخل. اما الكرياتين هي علاجات تمليسيه عاديه بس مجرد ان هي بتفرد الشعر مش اكتر من كده. يعني هو علاج شكلي لبرد علاج الشعر. شكلي. لكن البروتكس عندنا في مركز نبض احنا بنستخدمه لعلاج الشعرايه فعلا من عمقها، يعني احنا بنعالج الكرياتين اللي حصل له بريكج واتقطع وادى الى تقصف الشعر وهيشان الشعر مع جلسات البي ار بي والميزوثيرابي زي ما قلنا. طيب. بيجيب نتائج ممتازه جدا. انا شفت سوري الصوره تبع البنوت الصغير اللي شعرها كيرلي وهي طبعا ممكن يكون فيها مشكله انه خشن مامتها مش عارفه تتعامل معاه فاجت عملتها ليس. طب في شعر كيرلي حلو انا ممكن اعتني يعني اعالج الشعر واحافظ على طبيعته من غير ما اغير؟ مفيش مشكله خالص. احنا ممكن طبعاً ندي طبعا المريض حسب الحاله اللي قدامي بديله علاج، ممكن انصحها ان هي تعمل جلسات ميزوثيرابي لو هي عايزه. هي دي. بالظبط كده. يعني ممكن احافظ على هذا الشعر لانه في ناس بتحبه، انا مثلا بحب شعر الكيرلي اكتر من الليزر. مفيش مشكله، اللي بيحب الشعر الكيرلي احنا هنديله بس علاج يحافظ على شعره بحيث انه ما يكونش فيه تساقط. الناحيه الثانيه دي مش عايزه دي. الام بتبقى عايزه الشعر مفروض تسلكه بسهوله تراقبه. بالظبط. طب العلاج برضو بتاع تساقط الشعر بيختلف من عمر لعمر؟ يعني مثلا
الاطفال ليهم علاج معين، الشباب مرحله الشباب علاج معين، الكبار وايه بقى العلاج لكل مرحله؟ تمام، احنا عارفين ان الاطفال قبل سن 6 سنوات ما بنحبش نتدخل، دايما بننصح الامهات بالتغذيه السليمه باخذ الفيتامينات، ده مهم جدا. لكن بالنسبه للمرحله العمريه بقى اللي هي بعد كده مرحله المراهقه او مرحله الشباب، حسب برضو اسباب تساقط الشعر، حسب اسباب تساقط الشعر انا لازم المريض يجي لي واعمل له تحاليل كامله واشوف ايه الاسباب، هل هي انيميا اعالج الانيميا دي، هل هو بيتعامل مع شعره بطريقه مش مظبوطه، بيستخدم ميه سخنه كتير، بيستخدم مواد كيماويه كتير، هل في عنده اي مشاكل صحيه بتؤدي لتساقط الشعر. يعني ينال هو الموضوع بيتوقف على تقييم الطبيب للحاله ايه. طب دكتور احنا سمعنا انه في مفاجاه انتوا عاملينها بمركز نبض، يا ريت تقولي للمشاهدين بمناسبه شم النسيم. احنا عندنا في مركز نبض عاملين مفاجاه في كل الخدمات اللي بنقدمها، البوتوكس، الفيلر، الميزوثيرابي، البروتكس، الخيوط، وطبعا اللي عايز يعرف المزيد يعني من المعلومات يتصل بالكول سنتر عندنا، هيعرف الاسعار وهيعرف ايه المفاجآت. اوكي طبعا دكتورة احنا بنشكرك جدا، ومشاهدينا بنشكر دكتورة هبة محمود دكتورة الجلدية والليزر بمركز النبض، وهنطلع دلوقتي الفاصل وبعد كده هنستقبل معانا الدكتور احمد هاروم مستشار العلاج النفسي.